سلامة فريم، أهلا وسهلا فيك على موقع السهراني. خبرنا شوي صغيرة، نحن اليوم عم نحتفل بسابع سنة لجوني انترناشونال فاستيفال. قديش هذا النجاح من سنة لسنة عم بيكبر؟ يعني بتعرف كل سنة بنفكر إذا لازم نعمل هالمهرجان ولا لا، وممكن من تاني سنة صرنا نقول برك الايام صعبه، برك الوضع في خطر، برك في تفجيرات، برك مش لازم. وكل سنه نرجع نقول لا، بدنا ناخذ المخاطره. السنه كانت في نفس جديد، لانه كانت مثل ما بتعرف بلديه جوني الجديده عم تحارب هلا المهرجان، وهذا شيء للاسف حاولت كثير انا نعلي الموضوع، وبالعكس يتفقوا مع بعضهم لجنة مهرجان جوني يلي نجحت كتير لأنه فريق ناجح، والبلدية للأسف البلدية ما قبلت. كمان صار في عنا خيار هوني كمان أنه نقول خلص بركي بليها، لأنه عم تكلفنا جهد وتعب. رجعنا قلنا لا، بذات نفس وروحية المغامرة اللي كانت عنا من الأمن صار عنا مغامرة تانية هلأ، هي أنه نثبت أنه مش نحن ما نوقف للحق، ما نشهد للحق، والحق بحرر. الحق هو أنه بس يكون في فريق نجح بست سنين بهالنجاح الكبير، نحن ما بدنا نفكه، ما بدنا نفرطه، بالعكس بدنا اياه يكون، نقول له يعطيك ألف عافية، وبدنا نكبر أكثر نحن وياك، وبدنا اياك تحقق ذاتك أكثر يا شباب وصبايا من جوني ومن كسروان لتعملوا إنجاز كتير كبير. أنا بآمن أنه الإبداع رسالتنا، والإنتاج رسالتنا، والنجاح رسالتنا. نحن ما بنقبل بالحكي وبالشعر وبالفلسفة وبالتنظير وعلى الأرض ما يسوي شيء. الدخنة والدخان والأنابل الدخانية نحن ضدها، نحن والأنابل الصوتية ضدها، نحن بدنا نتائج. بقى منشوف بهالفريق نتائج. من هيك ليلي أنا حبيت، أول شيء كنت مسافر جيت قصد لأقول لهم لهالشباب والصبايا أنه هذا المهرجان هو تألق للبنان بالاحتراف، والاحتراف اللي وصلتوا له كلنا سوا. نحن بدنا لبنان كله يصير يوم من الايام محترف هالقد، ان كان بانتاج الكهرباء، ان كان بالطرقات، ان كان بطريقه التفكير، ان كان بكل المواضيع. نحن ما بنقبل الا نكون شهود للاحتراف. هذا هو الفريق، هذا هو فريق جوني فست انترناشونال فيستيفال اللي رح نشوفه الليله، ورح نشوفه كل ليله من هلا لعشر ايام. استاذ نعمة فريم، شو بتوعد بعد الجمهور؟ هالاحتفال الكبير يلي بينطروه من سنه لسنه، يلي بيتشوق بس نعم. يقولوا جوني انترناشونال فيستيفال، يعني بيعمل خضه نوعيه غريبه بين بقيه. في كثير عندنا مهرجانات بلبنان، بس جوني انترناشونال فيستيفال فيها نكهه كثير حلوه. حلوه، اول شيء معك حق، في نكهه، وهذه النكهه عاده واحد ما فيه يتنبيها، يعني ما تنبينا، ما توقعنا هذا الشيء، بس كنا عم نقوم في هذا العمل. طلعت طبيعية مثل المطاعم، بس واحد يفتح مطعم ما بيعرف إذا هالمطعم لح يمشي أو ما لح يمشي، ولا كيف لح يصير صيته. فإذا هذا المشروع أخذ رونق معين، وأنا عم بقول لك رونقه هو أنه في احتراف كتير كتير عالي، وعلى إذا بدك علا وقتها انطلق مستوى المهرجانات، وصاروا كلهم يقولوا لا بدنا نعمل بهالمستوى. وأنا بتصور هاي رسالتنا، عن جد هاي رسالتنا، مش بس بجوني، بلبنان. نحن اللبنانية مستوى كفرد كتير ناجح، وأنا بتوجه هلأ لمستمعينك، الفرد كل واحد منكم ناجح كتير، ونحن فشلنا هو أنه بس نكون عم نشتغل جماعيا عم نفشل، وهذا الشيء لازم يوقف. بدنا نقول لبعض نحن بدنا لبنان يصور يشبه اللبنانية، نجاح اللبنانية بالعالم كله، هذا لبنان المزبوط، وهذا اللي هذا المهرجان عم بيقوله بطريقة ما. بقى هذا هو الرونق، وهذا يلي بدنا اياه مطرح ما كان في لبنان، وبكل المواضيع مش بس بالترفيهيه. في عنا مواضيع اهم بدنا اياهم يكون في احتراف هالقد. انا عم اقول لك الاحتراف اللي عم شوفه باخر سنين من الجيش اللبناني والقوى الامنيه في احتراف كثير عالي، هذا المستوى اللي بدنا اياه، ومن هون وفوق لفوق. ممنوع بقى اقل بكل شيء، بس بالطرقات وبالجرير وبالمي وبالكهرباء وبالسياسه، كلن هودة بدنا احتراف. ما نقبل نكون عنا هيك على الشبر على الرايدة. ليش ما بنشوف استاذ نعمة فريم وزير السياحة بلبنان؟ هلا انا اذا بدي اختار اكيد ما بختار السياحة،
مع انه بحترم كثير السياحه، بس انا بقول لك انا رسالتي بخدم مطرح مكان ان كان في الشان الخاص، بس اخلق فرص عمل يلي هي رساله كثير مهمه انا بعتبرها، او بالندوه النيابيه مثل ما هلا الله راد اذا اخذنا قرار مبدئيا بالتوفيق وبدعمكم اكيد، واكيد عندنا طموح اكثر حتى عم ندعم. انا بشكركم سلف ونحن مع بعض يعني بالنتيجه بهالفكره يلي هي لبنان، ونحن انت بتعرف مبادره لبنان الافضل يلي طلعنا فيها من شي سنتين هي لبنان المحترف اذا بدك، هي سميناها لبنان الافضل يلي عم تنادي بهذا الشيء. شو بتحب تقول كلمه اخيره لكل مشاهدين موقع سهرانين؟ يعني بتصور موقع سهرانين هو يمكن في لعب على الكلام، هو مش سهرانين انه سهرانين بهالسهره، هو سهرانين العين الساهره على لبنان، هيدا اللي شايل بدنا اياها. بقى كلنا نحن بتصور سهرانين سهرانين على هالبلد، لانه عندنا حلم له بدنا نشوفها، وما رح ننام ما رح نسكر عيوننا ونترك هالحياة قبل ما نشوف هذا الشيء.